الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته بشأن الدجال، أعاذنا الله وإياكم من فتنته، وأن فتنته فتنة عظيمة، فهو أعظم فتنة منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة، ففتنته عظيمة وشره كبير وخطير. ولذلك شرع الله جل وعلا الاستعاذة بالله تعالى من فتنته دبر كل صلاة مكتوبة قبل التسليم. يقول مسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفهم الصحابة رضي الله عنهم خطورة هذا الشرير وخطورة فتنته، وعنوا بهذا الدعاء، حتى أن طاووسا من التابعين رحمه الله رأى ولده يصلي فكأنه استعجل في التشهد في التسليم بعد التشهد، قال: تعوذت بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والمات وشر فتنة المسيح الدجال؟ قال: لا. قال: فأعد صلاتك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة أو فواتح 10 آيات من سورة الكهف أو من آخرها من أسباب العصمة من الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلا يأته، ومن حضره فلينأ عنه. إذا سمع أنه حضر فلينأ عنه، ليهرب عنه. قال: إن الناس يهربون إلى الجبال من الدجال، فهو فتنة عظيمة حذرت منها الأمم على التوالي، من أول أمة وهي أمة نوح عليه السلام حذر أمته منها، فتنة الدجال. وهكذا كل رسول ونبي من بعده حذر أمته الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وأمته آخر الأمم، فهو خارج فيها لا محالة، يعني قبل يوم القيامة. ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره والتحذير من فتنته، حتى تخيل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه بأطراف المدينة، بأطراف نخيل المدينة، من كثرة ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منه، فخيل لهم أنه في أطراف النخل. ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم شأن الدجال مزيد بيان، فقال صلى الله عليه وسلم فيه محذرا لأمته ما لم يقله نبي سابق لأمته، لأن الله أعلمه بشأنه وأوسع له أطلعه على أمور من عجائب أمر الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل امرئ حجيج نفسه، والله تعالى خليفتي على كل مسلم. هكذا ما يدل على هذا الاهتمام العظيم. والذي يظهر من النصوص أن أمر الدجال تدرج فيه في بيانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بجملة شأنه في أول الأمر. وهذا من دلالات القرآن فيما قال بعض أهل العلم إجمالا، وأن ما ذكره الله عز وجل من نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
ذكر نزول المسيح من مريم عليه السلام من الأدلة العامة التي تدخل فيها فتنة الدجال، لأنه هو الوحيد عيسى عليه السلام الذي يقتل المسيح الدجال. وهكذا قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإن هذه الآية في أشراط الساعة الكبار التي إذا اكتمل ظهورها يطمس على القلوب، يطبع على القلوب، فالمؤمن لا يكفر والكافر لا يؤمن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبار خروج المسيح الدجال. فهذا يدل على أن القرآن العظيم دل على أمر الدجال دلالة عامة، فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من سنته عليه الصلاة والسلام. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدجال ما يقارب 100 حديث في الصحيحين والسنن والمساند وغيرها من دواوين السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يظنه شخصا يهوديا شابا يقال له ابن صائد أو ابن صياد. هذا الشخص شاب فيه خلل عقلي وقصور وفيه كهانة، فيه كهانة وربما صلة بالشياطين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد هذا الشخص ويحاول أن يراه على غفلة على سجيته، حتى وجده ذات مرة فامتحنه فقال: خبأت لك خبيئة، يعني في نفسي شيء، هل تدري ما هو؟ لكهانة الدجال بن صياد. فقال: الدخان، يعني سورة الدخان، يعني قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بن صياد صار بعض الصحابة رضي الله عنهم يحلف يقسم أنه هو الدجال لكثرة ما رأوا من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الشخص الذي يشبه أن يكون معتوها وهو يهودي. لكن الأمر تغير فيما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفة الدجال أنه لا يسلم، أنه يهودي يبقى على يهوديته، وابن صائد أسلم، وأن الدجال لا يولد له، وابن صائد ولد له حتى عد من أحد أولاده من كبار التابعين من خيارهم، عده بعض أهل العلم، وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة الدجال. وابن صائد في المدينة أصلا، وبعد إسلامه اعتمر حج. هذا يدل على أن هذه مرحلة من مرحلة بيان الدجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه ابن صاعد، فكشف له أنه غيره. ولما رأى عمر رضي الله عنه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ابن صاعد قال: يا رسول الله دعني أقتله يعني أريحك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، ما هو أنت اللي تقتل، يعني المسيح من مريم عليه السلام، وإلا يكنه، إن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وتبين بذا بعد ذلك أنه ليس هو الدجال، فيقولون إنه أسلم وحسن إسلام وتزوج وولد له وكذا وكذا من أمره، هو في المدينة وذهب إلى مكة
والدجال يحال بينه وبين مكة والمدينة. ثم جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله تميم الداري، كان قد ذهب إلى الشام وركب سفينة في البحر ولجت بهم السفينة وعصفت بها الأمواج، فأفضوا إلى جزيرة في البحر فاضطروا إلى التوقف عندها، فنزلوا فرأوا دابة أهلب كثير الشعر يشبه أن تكون جنية، لا يعرف وجهه قبله من دبره، فقال لها ما شأنك أو كذا؟ قالت كذا وكذا، وأدلكم على رجل هو لكم في غاية الشوق، أريد أخباركم. هذه الدابة سميت الجساسة، واشتهر حديثها حديث تميم الداري بحديث الجساسة، وخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبرهم بما أخبره تميم، أنهم وجدوا رجلا في الجزيرة موثقة يداه ورجلاه إلى عنقه، وأنه شيخ كبير طاعن في السن، وأنه كذا وكذا، وأنه هو الدجال، وأنه يوشك، قال يوشك أن يؤذن لي فأخرج على الناس، وذكر أنه يطوف عدة بلدان يسألهم عنها يعرفونها هم. عرف هذا بحديث الجساسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق تميما على خبره وخطب الناس بموجبه. وهذا من الأحاديث المشكلة التي توقف فيها المحققون من أهل العلم. أولا، لأن الدجال بشر من بني آدم، والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وكما لم يجعل الله عز وجل لبشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم الخلد، فلن يجعل لبشر بعده الخلد، لأنه ثبت في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات ليلة في آخر سنة عاشها عليه الصلاة والسلام في الليل، أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يمضي عليها 100 سنة وعلى وجه الأرض من هو عليها أحد، يعني يموتون كلهم. واستقرئ هذا وثبت أنهم ماتوا، حتى عد من آخر من مات أنس بن مالك رضي الله عنه، وعدد قليل من صغار الصحابة رضي الله عنه. والأمر الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يولد ما هو موجود، وأن أبوه ينتظران ولادة سنين، وأنه شر مولود، ما يدل على أنه ليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث الذي خرجه مسلم رحمه الله فيه نكارة حملت أهل العلم على التوقف فيه. وجاء في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن في البحر شياطين موثقة منذ عهد سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا، فلا يبعد أن يكون هذا من الشياطين الموثقة ليس من الإنس، إلى غير ذلك من الوجوه التي حملت جماعة من خاصة أهل العلم والحديث في التوقف في هذا عن حديث الجساسة.
وأخيرا فإن الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال كلها متفقة على أنه يولد في آخر الزمان، وأن خروجه في آخر الزمان، ومحدد بين فتح القسطنطينة ونزول المسيح عليه السلام ابن مريم عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال حال خروجه أنه شاب، يعني في العشرين، ما بين العشرين إلى الثلاثين، هذا الشاب، وفوق ذلك كهل، وأنه شاب، وأنه أحمر قصير ضخم الجسم على قصره، وأنه أفحج. واستنتج أهل العلم رحمة الله علينا وعليهم من ذلك أنه يخرج في أصفهان في إيران، في ناحية من أصفهان يقال لها اليهودية، فهو يهودي الأصل، يهودي الأصل، وربما يتظاهر بالتشيع. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته ومن حركاته تشبه حركات غلاة الرافضة المجوسية وغيره، إنه يخرج ثم يطلب الملك ويحصل له شيء من ذلك، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الإلهية، ويخرج على الناس من خلة فتحة، يعني أو مخرج طريق بين العراق والشام، يعني يأتي من شمال غرب إيران، هذا ما دلت عليه النصوص بشأنه، وأنه يكون معه خوارق أمور كونية وغيرها. فمن ذلك أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت حالا، وهذا جعله الله من الابتلاء للناس، وأنه يمر على الناس الممحلين المقحطين فيتبعونه فتكون أرضهم خصبة ربيع وحيواناتهم سمينة، ويمر على الناس المربعين واللي حيواناتهم سمينة كذا فيعصونه فتمحل أرضهم وتهزل حيواناتهم وكذا، وأن معه مثال الجنة والنار، فجنته نار وناره جنة. في آيات أو خوارق، ومن ذلك أن معه شياطين، ومن الشياطين من يتمثلون لبعض الأعراب، بعض البادية، فيقولان نحن أباك وأمك بالمظهر الذي يعرفه هو، فيقال يا يقولان يا بني إن هذا ربك الدجال فننصحك أن تتبعه، فيتبعه. وأن غالب من يتبع الدجال العجم من الترك والفرس وغيره، كذلك من العرب البادية والنساء والسفهاء، حتى إن الرجل العاقل الحليم ليقيد موليته، أمه، زوجته، أخته، ليمنعها من اتباع الدجال. وأنه يطوف الأرض، ولهذا سمي المسيح، يمسح الأرض، يعني يمشي على الأرض، هل هي أرض الجزيرة أو الأرض كلها، الله أعلم. ومن هنا سمي المسيح لهذا، ولأمر آخر أن عينه اليمنى ممسوحة خافتة وممسوحة كأنها عنبة طافية،
أو نخامة في جدار، والثانية ناتئة جاحظة مرتفعة وعليها قطعة لحم، فهو مشوه الخلق، ناقص الخلق، معيب، دجال، كذاب، ويدعي الربوبية مع هذا، وأنه يمنع من دخول مكة شرفها الله ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس ومسجد في جبل الطور على ما قيل، هذه المواقع التي تمنعه الملائكة من دخولها، لكن مكة والمدينة والقدس ترجف بأهلها ويخرج إليه كل منافق ومنافق أو خارج حدود المدينة. مدة لبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، يعني ما تغاب الشمس سنة كاملة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، فقال يقدروا لها للصلاة قدرها، يعني يعرفوا ما بين الفجر إلى الظهر، وما بين الظهر إلى العصر، وما بين العصر إلى المغرب، وما بين المغرب إلى العشاء، وما بين العشاء إلى الفجر، اقدروا هذا الوقت وصلوا. وهذا استفاد منه العلم في أحكام الصلاة في الجهات النائية في الأرض، الجنوب والشمال من جهة القطبين، والتي قد لا تطلع عليهم الشمس 90 يوما، قد لا تغرب عنهم 90 يوما، وهكذا، وفيها ما دون وما دونهم دون ذلك أيضا. فيوم هذا سنة كاملة، واليوم الثاني كشهر، طوله شهر ما تغاب الشمس فيه، واليوم الثالث كجمعة أسبوع ما تغاب الشمس فيه، وبقية أيامه كأيام الناس العادية، تطلع الشمس وتغاب 37 يوم. فيطوف الأرض ويفتن الناس ويتبع من يتبعه، ومن ذلك أنه يسلط على شخص واحد يكذبه، يقول أنا ربك، ولا لست ربي، أنت الدجال الأعور، فيحنق عليه ويقتله، يجعله جزئين يمشي بينهما، ثم يناديه فيقوم. وهذا بقدر الله، يعني أن الله عز وجل قدر هذه الأشياء مع هذا التصرف الذي يتصرفه لحكم أرادها الله جل وعلا. الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، له الحكمة في ذلك، ومن ذلك ابتلاء آخر هذه الأمة. فهو ما يسلط إلا على واحد فقط، معنى ذلك أنه أضعف وأهون وأحقر من أن يسلط على الناس، لكن يتبع لغلبة شبهاته وما معه من الخوارق، هذا هو السبب. فينتهي أمره إلى الشام، ينتهي أمره إلى الشام، إلى قريب من مطار لد اللي الآن موجود في فلسطين، ويكون المهدي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المهدي، هو الإمام في ذلك الزمان الذي يملأ الأرض عدلا كما ملأ الجورة. فيخرج الدجال في آخر ولايته، آخر ولاية المهدي، وقبيل نزول عيسى عليه السلام، فينزل عيسى عليه السلام في آخر ولاية المهدي عليه السلام، وآخر حياة الدجال لعنه الله، ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، على جبل في شرقي دمشق ليلا،
بين ملكين، بين جناح ملكين، ثم يصل إلى قريب من اللد حيث كان المهدي ومن معه من المسلمين، كان قد حصروا بالدجال واستعدوا لقتاله، جاهزين لقتاله، فيأتي إليهم المسيح بن مريم عليه السلام في تلك بعد نزوله مباشرة، فيجد أن الصلاة ستقام، يدخل عليهم في المسجد، فيقول له المهدي عليه السلام: تقدم يا روح الله صل. فيقول عيسى عليه السلام: أنت صل، بعضكم على بعض أئمة، تكرمة الله تعالى لهذه الأمة. وهذا في الصحيح، الحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منا الذي يصلي وراءه ابن مريم. فيتقدم المهدي عليه السلام ويصلي، ويكون ابن مريم عيسى بن مريم عليه السلام وراءه. فإذا فرغوا من الصلاة، ربما أن صلاة الفجر، يسمع جلبة صوت، حركة غير عادية خارج المسجد، معلوم من قبلة المسجد في فلسطين إلى الجنوب أو الجنوب الشرقي، فيفتح باب تجاه القبلة وإذا بالدجال، فيخرج عليه المسيح بن مريم عليه السلام معه حربة، عصا يتكئ عليها في أسفلها حديدة مدببة، فيقول: إن لي فيك ضربة لا تخطئها أو لا تخطئك. فإذا رآه الدجال انماع، ذاب، استسلم استسلاما كاملا كما يذوب الملح في الماء، فيأتي إليه فيطعنه طعنة تقتله، ينتهي أمره. فعيسى بن مريم هو الذي يقتل الدجال، وهذا أول مهماته. فالمسيح ابن مريم عليهما السلام هو مسيح الهدى، والمسيح الدجال لعنة الله عليه هو مسيح الضلالة الأعور الدجال. فينتهي أمر الدجال هنا، يكون إن قتل عند باب لد، في مطار الآن في فلسطين يسمى مطار اللد، وينتهي أمر الدجال. ثم بعد ذلك تكون الولاية للمسيح ابن مريم عليه السلام، وينتهي أمر المهدي عليه السلام، فيتولى المسيح ابن مريم عليه السلام ولاية الأمة، إمامة الأمة، نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمته. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: والذي نفسي بيده ليشيكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما مقسطا عدلا، فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويفيض المال في زمانه حتى لا يقبل من يوجد من يقبل الصدقة. فهذا من خبر عيسى عليه السلام، يتولى خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمته، فيكون قد حكم سلفا بالتوراة، شريعة موسى عليه السلام، مع الإنجيل الذي أنزل إليه عليه السلام، ثم يحكم في آخر الزمان بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب الله تعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لا يقبل إلا الإسلام، يعني ما يفرض الجزية من جديد على أهل الكتاب، على اليهود والنصارى، لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. فيحكم عيسى عليه السلام مدة أقل ما قيل فيها أنها 7 سنين، ويتزوج ويولد له، ثم يتوفى. وذكر بعض محققي أهل العلم
أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ويكون قد انتهى أمر الدجال واستلم عيسى بن مريم عليه السلام وحكم الناس بالقسط والعدل ونزلت البركات في الأرض وحصل الخير للناس وظهر الإسلام، لأنه لا يقبل إلا الإسلام. وفي آخر مدة عيسى عليه السلام تظهر يأجوج ومأجوج، ويوحي الله تعالى إليه إني قد أخرجت قوما لا يداني لأحد بقتالهم، يعني ما ينفع قتالهم لكثرتهم، كثرة عجيبة، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخص أبصار الذين كفروا يا ويلنا هذا يوم الدين. فيكون هذا في آخر حياة عيسى عليه السلام قبل موته، فيحرز عيسى عليه السلام المؤمنين معه إلى الطور، جبل الطور طور سيناء، فيعصمهم الله عز وجل من يأجوج ومأجوج، فيعيثون في الأرض فسادا ويشربون المياه والأنهار ويرسلون سهامهم إلى السماء فترجع عليهم مخضبة حمراء بالدماء ابتلاء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا أهل السماء، فيرسل الله عليهم مرضا في أعناقهم يقال له النغف، داء في أعناقهم، فيهلكون مهلك شخص رجل واحد حتى تزخم الأرض من نتنهم وتسمن الطيور من لحمهم، ثم ينزل الله تعالى مطرا يغسل الأرض ويحل فيها البركات وتعود بركة الأرض القديمة إليها، حتى أن الرمانة لتحمل على البعير، وحتى تكون حبة القمح كبيرة تشبه التمر أو ما يقارب ذلك، إلى غير ذلك من أخبار آخر الزمان التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفهذه كلها من أنباء الغيب، مما أطلع الله تعالى عليها رسوله صلى الله عليه وسلم أنها ستكون، فهي كائنة لا محالة، كل ما صحت به الأخبار هو كائن لا محالة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. وهذا من تفصيل ما سيكون في آخر الزمان، وله بقية حتى بين طلوع الشمس ومغرب من مغربها وقيام الساعة أمد طويل، لكن أهله كفار، لأنه إذا خرجت دابة الأرض وطلعت الشمس من مغربها ختم على القلوب، فالمؤمن لا يكفر والكافر لا يسلم، ويزين للناس عبادة الأوثان، وشر الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، أعاذ الله إياكم من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه.